المشاكل اللي كتواجه المراه هي تقريبا نفسها المشاكل اللي كتواجه الرجل، كتواجه المجتمع كامل، كتواجهك انت كأم داخل المنزل، كيفاش كتعاملي مع ولادك، كيفاش كتعاملي في المطبخ ديالك، كيفاش كتعاملي مع الضياف ديالك، وفي العمل نفس الشكل، نفس المشاكل اللي كنعيشوها هي التزاوج بين وظيفه الام والمراه العامله والزوجه والاخت. المشاكل على الزياده في الاجور، كل شيء غالي، كل شيء طالع. يعني بغينا شويه ديال التحسين باش حنا نلقاو باش نعاونوا وليداتنا. المشاكل اللي عندنا هي الزياده، والزياده ديال الدراري ديال لاكيس ما زادونا والو، وراجع بارك من الشغل ما خدامش، وما جازم على ما سعيناش ما ناكلوش. انا بعدا لما سعيت ما ناكلش، علاش؟ حيت انا ما كيجوش يدقوا علينا يقولونا اجو كاينه الخدمه موجوده وكاينه كلشي ولادنا باركين من الشغل، مع باركين فوق السدادر. انا عندي 4 الولاد كلهم خدامين مردامين. انت خدامه في الضمان الاجتماعي وما عندكش ضمان اجتماعي، يعني هذا لا يعقل. هذا الشيء كنطالبوا به حنا كاملين، ومن هذا المنبر جميع المتعاقدين كيطالبوا بالحقوق ديالهم. المراه ولدات تاخذ كونجي ديالها، خديتي كونجي ديالك تخلصي فيه، تخلصي في الوقت ديالك، تاخذي اوراقك عاديين كأي واحد خدام. كاين مسكين اللي كيخدام الشهر ديالو ما كيوصلش ليه، ما كيوصلوش حتى الاسبوع حتى 3 ايام. يعني كاين اللي كيتخلص بحالي انا، نيت بزاف ديال الناس كتخلص نهار يومين كتمشي كيمشي الخلاص، يعني ما كيكفيش. لكن المسكين اللي عنده الكراه، عنده الماء، عنده الضوء، عنده الاولاد، عنده المدرسه، كيشد مثلا 1500 درهم، شنو غدير ليه؟ ما عندها ما غدير ليه. لان المراه العامله في القطاعات سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام معنفه داخل اماكن العمل، ولا من يدري عن مسائل عن مشكلتها. يكفي الفقر والتهميش، وبلا ما نهضروا في مجالات اخرى ديال الصحه والتعليم اللي عندنا ناقصه. اعطوا للمراه شويه ديال القيمه، لان نص ديال المجتمع المراه، ولو ما كانتش المراه ما غاديش يكون الراجل. الرشد الجنسي من الحوايج اللي مسكوت عليها في المغرب، الناس ما تتقدرش تهضر عليها. كاين اختي بزاف ديال الحوايج، الناس تخدم بلا اوراق، ما كاينش التغطيه الصحيه، وانت عارفه الانسان راه الضغط ديال المصاريف وهذا كيخليه يخدم اي خدمه. كاين ان ما كاينش المساواه، ما كاينش، كاين هناك تحرشات، كاين بزاف ديال العوامل اللي خاصها تنمحي من المجتمع ديالنا. تماك ملي غتنمحي من المجتمع ديالنا غنعاد نقولوا بانه ولا عندنا مجتمع مغربي حر. حنا عندنا واحد التهاون في استجابه للملف المطلبي ديالنا اللي كنطالبوا بالاساس فيه بزاف المطالب، منها الزياده العامه وتسويه منحه الاقدميه. كنطالبهم جميعا باش يتحدوا، باش يديروا اليد في اليد، باش يوقفوا وقفه يد واحده باش نحقوا المطالب ديالنا. المراه المغربيه راه تشوفي المشاكل ديالنا، راه حنا الشعب المغربي كلنا عندنا نفس المشاكل، راه همومنا واحده بحال الرجل بحال المراه. لا كنا حيت هاد الوقفه اللي حنا واقفينها وهاد الهموم ديالنا راه مشتركه. كنتمنوا من الحكومه تفيق معنا شويه، راه حنا صبرنا. وباعتبار الشغيله كشغيله عامه، يعني حتى هي خاصها تستافد من التغطيه الصحيه، لان ما عندهاش، خاصها تستافد مثلا من ديك ساعات العمل اللي كتزاد، خاصها تكون معوضه ماشي بالشكل القانوني اللي خاصها تكون على الاقل مضوبله ليها ولا متريبليا. تعسف بالنسبه لارباب العمل على العمال، اما بالنسبه للموظفين ما كيعانيوش من هذه القضيه، لان التعسفات كتكون. وبيان سيغ حنا كنشوفوا كاع في المجتمع المدني، وكنشوفوا عبر وسائل الاعلام سواء الوطنيه ولا الغير الوطنيه، دائما المراه كتعسف وكتعاني من هذه القضيه ديال التعنيف والتعسف ديال ارباب المعامل والاضطهاد والتهميش.